التونسي لكرة القدم يواصل تحضيراته لمباراة مدغشقر يوم الخميس 8 متاع الليل، مباراة في ملعب حمادي العقربي في رادس، المقابلة في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المغرب 2025. والبارح تم الإعلان على استدعاء لاعب النادي الإفريقي معتز الزمزمي ولاعب الترجي الرياضي التونسي حسام طقا لتعويض الثنائي المصاب محمد حاج محمود وإلياس الصخيري. فما شوية أمل في إلياس الصخيري أنه يكون حاضر في المباراة الثانية يوم الأحد في المغرب ضد المنتخب الغامبي، هذا حسب ما قاله البارح المدرب المساعد للمنتخب الوطني قيس اليعقوبي في تصريحاته خلال الحصة التدريبية. تمارين كانت دارت في ملعب شادلي زويتن، لكن حسب المعلومات اللي عندنا الحقيقة فإنه الإمكانية ماهيش مطروحة أنه إلياس الصخيري يجي ويخير أنه باش يبقى مع فريقه إنتراخت فرانكفورت، لأنه الإصابة على مستوى الوجه عنده إصابة تعودت له. إن شاء الله لباس، إن شاء الله سلامات للاعبنا الدولي إلياس الصخيري. والجامعة التونسية لكرة القدم تتحدث طبعا على معطيات وتفاصيل الحصة التدريبية البارح، يقولوا طبعا في الصفحة الرسمية متاع الجامعة أنه الإطار الفني قسم اللاعبين على زوز مجموعات، والأولى كانت خاضت تدريبات لإزالة الإرهاق بينما تدرب بقية اللاعبين بشكل طبيعي، وفي نهاية التمارين صارت طبعا مباراة تطبيقية بين ملاعبات المنتخب الوطني، وسيتواصل توافد اللاعبين على مقر إقامة المنتخب الوطني. يعني منتظر يكون البارح في الليل وصلوا بقية اللاعبين. علي العابدي تنرجو نحكيو عليه، سيف الله الطيف، حسام طقا، في حين التحق البارح أيضا في تقريبا مع الثمانية متاع الليل محمد علي بن رمضان بمقر تربص المنتخب التونسي. اليوم يبدأ إن شاء الله التمارين استعدادا لمباراة مدغشقر. إذن الحدث صنعه علي العابدي بعد ما تسكر الميركاتو في فرنسا، معناها المعجزة صارت والحلم تحقق الحمد لله. بالنسبة لعلي العابدي الظهير الأيسر للمنتخب الوطني التونسي، وقع عقد مع نادي نيس الفرنسي في الدوري الممتاز بعد ما طبعا العقد مدته 3 سنوات، ويعني سنوات طويلة كان عداها في الدي دو في فرنسا، في الليك دو نحكيه على باري اف سي، على كون الفرنسي. أصر علي العابدي أنه يغادر كون، لعب النار شوي لأنه وقت اللي هو طلب رخصة الخروج الميركاتو تسكرت، ونفسروها شنية النقطة هذية. الفريق متاعه كان انتدب ظهير أيسر آخر، يعني حتى لقدر الله كان فشلت الصفقة ماهوش مؤكد انه يلقى بلاصته في كون. القانون يقول لهم انه في فرنسا عندك حق تنتدب لاعب جوكير، معناها حتى بعد غلق الميركاتو، معناتها فما مده محدده طبعا، لكن يكون على شرط اللاعب هذايا من الاقسام السفلى، معناها دوري درجه ثانيه او الرابطه الثالثه، ونحكيو حتى على الملاعبيه ليزاماتور. اذا الحمد لله بالنسبه لعلي العابدي. كيف زاد كان صرح للموقع الرسمي لفريق نيس، يقول فخر كبير نلعب في نيس، مقتنع انه احسن اختيار بالنسبه ليا، انا حاضر باش نقدم كل شيء باش نعاون الفريق هذا ونحقق كل اهدافنا الموسم الحالي. واحنا نحكيو على الميركاتو وايضا خبر ممتاز بالنسبه لسعد بقير، كان ما تروح في الترجي في بعض الانديه الليبيه، سعد بقير يواصل في الدوري السعودي الممتاز بعد سنوات مع نادي ابها نزل للدرجه الثانيه. غادر سعد بقير الفريق، ما نجمش يلعب طبعا في الدرجه الاولى السعوديه ليكيفالون تاع القسم الثاني، يشوف انه مستواه ارفع من هذا، وبالتالي يتعاقد البارح مع نادي الوحده السعودي، فريق عنده اسمه في 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 الدوري الممتاز. الفريق هذا فيه بعض النجوم كما النيجيري إيغالو، كما المغربي جواد يميق، يمكن يعمل صفقات أوروبية في المستقبل. إذا بالتوفيق إن شاء الله في ثاني تجربة كما قلنا لسعد بقير بعد سنوات مع أبها. المدرب السابق لفريق النادي الافريقي سعيد السايبي اتفق مع نادي المدينه الليبي لتدريبه الموسم الجديد، الفريق هذا توصل لاتفاق ايضا مع زوز ملاعبيه توانسه، وبطلب من السايبي واضح جدا. علي العمري كان دربه في النادي الافريقي، وايضا الظهير الايسر لمستقبل الرجيش سابقا مؤمن الزبيدي ايضا كان دربه سعيد السايبي. الجامعة التونسية لكرة القدم كانت أعلنت البارح على فتح باب تقديم ترشحات لتولي خطة مدير فني في الجامعة وشروط الانتداب عديدة جدا، كما المستوى الأكاديمي الجامعي، يعني السوابق العدلية يكون المترشح نقي من كل السوابق، خبرة في التدريب أو في الإدارة الفنية، شهادة تدريب الإجازة كاف برو أو الإجازة كاف أ، لا يتجاوز سنه 58 عام، في تاريخ
التاريخ فتح باب ترشح، أيضا إتقان الإعلامية، إتقان اللغات الأجنبية خاصة الفرنسية الإنجليزية، القدرة على البرمجة والتخطيط، الاطلاع على برنامج التطوير للاتحادين الإفريقي والدولي، وآخر أجل لإيداع يعني مطالب الترشح في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم، آخر أجل هو يوم 13 سبتمبر 2024. الجامعة أيضا أعلنت على تركيبة بقية اللجان الفيدرالية، نحكي على لجنة كرة القدم للهواة سيرأسها الأستاذ شادلي الرحماني، أيضا بالنسبة للجنة الفيدرالية للنزاعات الوطنية كيف كيف الأستاذ شادلي الرحماني وطارق الهمامي لرئاسة لجنة الاستئناف. الألعاب البارالمبية باريس 2024 شيء يعمل كيف الحقيقة في الأيام هذه بالنسبة لأبطالنا رفعين روسنا ما شاء الله عليهم، ذوي الهمم كما يسميهم في بعض الدول الخليجية من ذوي الاحتياجات الخصوصية، لكنهم متألقين متميزين ما شاء الله عليهم، الميداليات إن شاء الله مازالت في الطريق. اليوم عنا مواعيد هامة جدا كما قلت في اليوم السادس في برنامج المشاركة التونسية، نحكيه على ألعاب القوى للبارالمبية الأولمبيين، طبعا رؤية الجبالي الدورة النهائي 10 متاع الصباح لسباق 1500 متر، أيضا فما نحكيه على سوسن بن مبارك في لانسي دو بوا، طبعا كيف كيف في 10:23 أمان الله التساوي في سباق 400 متر الدورة الأول 6:14 متاع العشية، كيف كيف وسيم الصالحي في 10:08 لونسي دو بوا كيف كيف، عندنا الدورة النهائي ياسين الغربي الدورة النهائي لسباق 1500 متر، وأيضا بالضبط ينطلق 10:38 متاع الليل ونادال باهي في سباق النهائي عدو 400 متر. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي حبيب. Flash Sport. إشهار.